بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بحضراتكم جميعا في وقائع المؤتمر الصحفي الذي نعقده اليوم لاستعراض الموقف الراهن والمشهد السياسي في البلاد. لا شك أن مصر تمر اليوم بساعات هامة في تاريخها. مصر تتجه اليوم وبقوة إلى استكمال باقي مراحل خارطة الطريق المصرية. الشعب المصري اليوم ما زال مفعما بمشاعر وطنية فياضة كانت واضحة وعالية أمام العالم كله يومي 14 و15. الشعب المصري اليوم مصرا على استكمال خارطة الطريق بنفس العزيمة والإصرار. كان هناك تساؤلا، وكانت هناك مخاوف، وكانت هناك تحذيرات واهية، وكانت هناك أيضا كثيرا من الضغوط والافتراءات والإدعاءات على الشعب المصري وعلى ثورة الشعب المصري في 30 يونيو. ولكن اليوم ونحن نعيش مرحلة استكمال مكتسبات ومقدرات هذه الثورة، ثورة 30 يونيو المجيدة، نحن نتذكر وبقوة أن الشعب المصري ما زال يعاني من بقايا حكم الإخوان. نعم، إذا كان الشعب المصري العظيم قد أسقط حكم الإخوان وأسقط مؤيدي حكم الإخوان إلى أن بقايا وأذناب هذه الجماعة، من طبيعة هذه الجماعة، ما زالت عالقة، وما زلنا نعمل جاهدين لكي نخلص شعب مصر من هذه البقايا. شتان الفارق بين أن يحكمنا هذه الجماعة وبين أن تكون هذه الجماعة الإرهابية محظورة، محاصرة، تعمل في الظلام لأنها قد افتدح أمرها. الشعب المصري كشف وفضح حقيقة هذه الجماعة التي تتاجر بالدين. لذلك نحن نؤكد اليوم أن الشارع الذي استعاد قوته والمواطن المصري الذي على وعيه واستيقظ من كبوته التي استمرت كثيرا لن يعود مرة أخرى إلى الوراء. لن نجد مبررا لأن نرى الإخوان المتأسلمين في الساحة السياسية مرة أخرى، ولن يترك الشعب المصري هذه الجماعة تعمل لا في الظلام ولا في النور. هذه الجماعة أصبحت جماعة محظورة إرهابية يحاصرها المصريون. نعم، إن المصريون هم الذين يحاصرون هذه الجماعة الإرهابية الآن، وليس فقط القانون وليس فقط السلطات العامة. ولذلك فإنني أؤكد من هنا أننا أمام مرحلة هامة وحاسمة في تاريخ مصر، وهي مرحلة ما بعد استفتاء 14 و15 يناير. إن استفتاء 14 و15 يناير كان قد ضرب القاضية لهذه الجماعة، ولم يكن 14 و15 يناير ضربة قاضية فقط لهذه الجماعة، ولكن كان ضربة قاضية لكل من تسول له نفسه أن يتربص بمصر أو يحاول أن ينال من مصر أو يعتدي على حرية وإرادة المصريين. لقد علمنا هؤلاء درسا قاسيا. تحية لشعب مصر العظيم الذي علم المتربصين والأعداء درسا قاسيا لن ينسوه أبدا. إن الشعب المصري العظيم الذي علم هؤلاء ووضع لهم
وضع لهم الحد الفاصل الذي لا يمكن تجاوزه، وهو عدم السماح بالتدخل في شؤون مصر الداخلية. إن هذا الشعب جديراً بأن يستكمل ثورته، إن هذا الشعب جديراً بأن يحافظ على وطنه. ولذلك نحن نؤكد من هنا أن هذا الشعب هو الجدير بأن يحتفل يوم 25 من يناير بهذه الثورة البيضاء العظيمة، ثورة 25 يناير. إن ثورة 25 يناير المجيدة هي الآن أسمى وأعلى، هي الآن أقرب وأوضح، بعد أن تخلصت الثورة من أعداء مصر، من الإرهابيين الذين علقوا بها وقفزوا عليها. نعم، إن الاحتفال بالثورة هذه المرة له طعماً ومذاقاً خاص. إن الاحتفال بهذه الثورة في تلك الأيام وهذه الظروف التي قضينا فيها على الإخوان الإرهابيين له أيضاً معنى خاص. لذلك لا يسعني المقام أن أتحدث كثيراً عن أهمية ما حققه المصريون يومي 14 و15، ولكن يبقى يومي 14 و15 نقطة حاسمة وحداً فاصلاً وحازماً في تاريخ مصر الحديث، لأنه أعلى من شأن الشرعية الدستورية، أعلى من شأن الشرعية الدستورية التي أضيفت وأضفت على الشرعية الثورية شرعية أخرى لكي يعضد كل منهما الآخر، وتصبح مصر دولة سيادة القانون، دولة الوطنية والثورية والدستورية. نعم، كنا بحاجة أن نتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، والآن بدأت مصر أول معالم التحول الدستوري الكامل، وهو ما يقتضي بنا أن نتجه وبقوة إلى الاحتفال بهذه المرحلة الهامة. لم يكن الاحتفال يوم 25 القادم هو فقط احتفالاً بالدستور، ولا هو احتفالاً بالثورة البيضاء، ولكنه احتفالاً يعرب فيه المصريون عن قدرتهم وكفاءتهم وقوتهم وإرادتهم وصلابتهم في مواجهة كل التحديات. نعم، إن الشعب المصري يعلن في هذا اليوم أنه قادر على قهر كل التحديات التي تواجه مصر في المستقبل. الشعب المصري قادر، كما حول الهزيمة من قبل إلى نصر، قادر على أن يحول هذه المرحلة إلى تطور ونهضة في تاريخ مصر. إننا افتقدنا كثيراً إلى الشعور بفرحة المصريين. وإذا كان يومي 14 و15 قد شهد فرحة عارمة وابتهاجاً بتوحد المصريون حول صناديق الاستفتاء، إلى أن هذه الفرحة ما زلنا في احتياج إليها، ما زال الشعب المصري في احتياج إلى الثقة والفرحة، ما زال في احتياج إلى تجاوز هذه الأزمة وهذه الافتعالات التي يخرج علينا بها كل قليل هذه الجماعة الإرهابية المتاجرة بالدين. لذلك لن يكون أمام الشعب المصري إلا أن يتصدى وأن يواجه وأن يشكل حائط صد وظهيرا قويا للدولة المصرية. لن نترك الجيش والشرطة لكي يكون هما المواجهة، لن نسمح بأن يكون هناك مواجهة بين قلة إرهابية لا تنتمي إلى وطنية هذا البلد، ولن نسمح بأن يكونوا هم في الميدان. لذلك قررنا دعوة كل المصريين، كل مصري وطني غيور على هذا البلد، غيور على تراب مصر، أن يخرج وينزل إلى كافة الميادين، أن يحتشد من أجل إعلاء شأن مصر، أن يواجه هذه الجماعة.
أن يحتفل بطعم الثورة بعد أن تخلصت من هؤلاء الإرهابيين. لذلك لن يكون الاحتفال اليوم قاصراً على فئة أو فصيل أو ما يدعى أنهم هم الذين تصدروا المشهد في الثورة، بل سيكون الشعب المصري هو بطل المشهد بالكامل. سيكون شعب مصر البسطاء والمناضلين والمكافحين والكادحين قبل المثقفين والنخبة منا. لذلك الشعب المصري سوف يكون له دوراً رائداً يوم 25 إن شاء الله، وحتى لا نخضع للابتزاز. لقد حاول الإخوان الإرهابيون أن يرهبوا عزيمتنا وأن ينشروا بين الناس الفزع والخوف وأن يحاولوا ترهيب المواطنين وحثهم على عدم المشاركة في يوم 25 يناير. ولكن الشعب المصري بعظمته وتاريخه وحضارته، هذا الشعب الذي قهر كل التحديات، لا يمكن أبداً أن يخضع هذا الشعب مرة أخرى لهذا التهديد وهذا الابتزاز. فلتسقط جماعة الإرهاب وليحيا الشعب المصري. إن الشعب المصري سيؤكد يوم 25 إن الماضي لن يعود أبداً، وأن الشعب المصري لن يعود إلى الوراء إطلاقاً، وإننا سوف نستمر ماضين في استكمال خارطة الطريق. نعم، سوف نستمر في خارطة الطريق المصرية، وسوف نعمل جاهدين على تدارك ما فات مصر من فرص وما وقع من البعض من أخطاء. إننا ندعو الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه أن ينزلوا إلى ميادين الثورة وأن يعلنوا بكل إرادة وكل وضوح وكل قوة اختيارهم الرئاسي المشروع، وألا يخشوا إلى الله. فالشعب المصري بتاريخه الذي يضرب في أعماق وجذور تاريخ البشرية لا يخشى ولا يرقع ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. فليقول الشعب المصري كلمته، فليتجه بإرادته إلى من اختاره ليكون رئيساً للجمهورية، فليتجه الشعب المصري إلى من اختاره ليكون مرشحاً لأغلبية الشعب المصري الساحقة، فليتجه الشعب المصري دون تردد ودون خوف، فليتجه الشعب المصري بقوة وعزيمة وإصرار إلى استكمال الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق المصرية. ولينزل الشعب المصري في كافة ميادين الثورة. وإننا إذ نذكركم اليوم بأننا ندعو الناس الطيبين أبناء هذا البلد إلى النزول في ميادين القاهرة، ميدان التحرير العظيم الذي شهد أهم فاعلية لثورة مصر العظيمة في 25 يناير وثورة مصر العظيمة في 30 يونيو. أيضاً ميدان الاتحادية، ندعو الشعب المصري إلى الاحتشاد والنزول في ميدان الاتحادية في الإسكندرية، ميدان القائد إبراهيم في السويس، ميدان الأربعين في الإسماعيلية، ميدان الممر في سوهاج، ميدان الساعة في قنا، ميدان سيدي عبد الرحيم القراوي في أسيوط، ميدان المحطة في بورسعيد، ميدان الشهداء في المنصورة، ميدان قناة السويس وهو ميدان الشهداء أيضا، وفي الأقصر ميدان أبو الحجاج، وفي أسوان ميدان التحرير أو ميدان المحطة، في كل ميادين مصر، في الزقازيق ميدان قصر الثقافة والمحافظة، في المنوفية أيضا ميدان التحرير، في المحلة الكبرى ميدان الشون، ميدان الثورة، في كفر الشيخ ميدان المحافظة، في كل محافظات مصر
نحن ندعو كل المصريين للنزول والاحتفال بمصر والاحتفال بثورة مصر ورفع شأن مصر عاليا، وعدم التردد في التصدي لأي محاولة للسطو على المشهد السياسي. لن نسمح بأن يكون هذه الجماعة الإرهابية متصدرة للمشهد السياسي في مصر. لن نسمح بأن تتحدث باسم مصر بعد أن خرج 98% واحد من عشرة لا يمكن أن يتحدث باسم الشعب المصري إلا الشعب المصري. ولن نسمح بأن يتحدث باسم الشعب هذه القلة أو مؤيديها الذين دأبوا على التحدث باسم الثورة ودأبوا على أنهم مواطنين متميزين عن غيرهم من هؤلاء الذين ينتمون إلى تراب مصر. إن أصحاب مصر الحقيقيين هم الذين يتساوون في الحقوق والواجبات والحريات، وليس منا من يتميز أمام نفسه أو يحاول أن يظهر نفسه أمام الغير من أبناء مصر بأنه أفضل أو أقصر قدرة أو أنه في الصدارة عنهم. لن نسمح بأن يكون هناك مراكزاً مختلة أو مختلفة في المساواة بين المواطنين. لذلك من يتحدث باسم الثورة هو الشعب المصري، لا الإخوان ولا الأمريكان ولا مؤيديهم من العملاء أو الجبناء الذين باعوا مصر من قبل، ولن نسمح لهم ببيع مصر بعد ذلك. إن الإخوان ومؤيديهم هم جماعة تدعو إلى الظلام والفتنة، ويجب علينا بكل قوة التصدي لهم. ولذلك إنني أحيي من هنا جهاز القوات المسلحة المصرية المازلة وقائدها العام الأبي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كما أحيي شرطة مصر العظيمة وأهنئ الشرطة المصرية الوطنية بعيدها القومي، وأقول أن الشعب المصري يتألم لآلامكم ويصبر معكم على شهدائكم وينضم إلى كل أسرة شهيد في جهاز الشرطة الوطنية ويدعمهم ويساندهم ويقول إن لله وإنا إليه راجعون وإن مصر باقية طالما بها شهداء جنوداً أوفياء يدافعون عن مصر دفعوا دمائهم من أجل الحفاظ على تراب وحدة مصر. لذلك إنني من هنا ومرة أخيرة أناشد الشعب المصري كله وأطالبه بالنزول إلى ميادين مصر المختلفة احتفالاً بهذه الذكرى العظيمة في تاريخ مصر، بهذه الثورة بعد أن تخلصت من أعدائنا، بعد أن تخلصت ممن يتربصون بمصر، بعد أن تخلصت من عملاء قطر وتركيا، بعد أن تخلصت ممن يحاولون نزع الريادة والصدارة من مصر. لذلك قررنا عقب الاحتفال يوم 25 يناير القادم تسيير أول قطار في تاريخ مصر من مدينة الإسكندرية إلى آخر نقطة في مصر ميدان المحطة في أسوان، احتفالاً بالمصريين وتاريخهم ونضالهم في الاستفتاء وإصرارهم على استكمال خارطة الطريق. سوف يكون قطار مصر من أجل استكمال خارطة الطريق، سوف يفتح أبوابه لكل أبناء مصر مروراً بمحافظات مصر المختلفة من الأسكندرية إلى أسوان، وسوف نعلن حضراتكم بموعد قيام القطار من أسوان الأسبوع المقبل، من إسكندرية الأسبوع المقبل ليتجه إلى أسوان يحمل معه أبناء مصر المخلصين الوطنيين مروراً بكل محافظات الجمهورية. ولتكن هذه الرسالة رسالة إلى العالم أن مصر آمنة، أن مصر مستقرة، أن مصر محفوظة بإرادة الله إلى يوم الدين، أن مصر سوف تتجه بإرادة ساحقة وأغلبية غير مسبوقة إلى اختيار رئيساً منتخباً يمثل الشعب المصري بتوحد
وإصرار واصطفافا وطنيا دون خروجا ودون انشقاقا ودون انقساما. تحية لشعب مصر العظيم الذي يصنع المعجزات. تحية لحضراتكم جميعا. حفظ الله بكم مصر وحفظ الله مصر لأبد التاريخ إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.